المصرية. رشحت مدربين للمنتخب؟ بكلم وكيل اعمال كبير يعني، فطبيعي طبيعي اقدم مدربين واقدم سيفيهات. هو يعني شوف، انت عارف الشغل اكيد ان اي حد بيكون عنده فايل يشوفه انه هيكون مناسب للمنتخب للمرحله الجايه بيرشحه. يعني انا مش من النوع اللي يعني مش انا كحازم يعني مش من سياسي ان انا ارشح وبس. يعني انا شايف اذا كان عندي ملف شايفه ان هو هينجح وهيقدم تجربه ناجحه زي اي ملف انا رشحته قبل كده فانا بقدمه، وفي الاخر التوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت عارف منتخب مصر شرف واضافه لاي مدرب، ومدرب زي ما قال الكابتن حازم في المؤتمر الصحفي، ودي حقيقه لان انا لمستها برضو مع مدربين عالميين كنت بتكلم معاهم عشان اشوف ان انا اقدر ارشحها للمنتخب ولا لا. فعلا في حماس وفي رغبه من مدربين كتير، ليه اسماء ثقيله ان هم ما عندهمش اي منع من مدرب منتخب مصر. مين بقى؟ مين الملف؟ حضرتك مين دي؟ كابتن حازم يرد عليها مش انا، انا مرشح فايل. انت ايوه، ما انا بسالك انت، ما قلتش لا انا ما قلتش استنى، انا ما قلتش قرارك ولا مش قرارك، طبعا قرار كابتن حازم واتحاد الكوره. انا بقول لك مين الاسماء المرشحه اللي موجوده قدام اتحاد الكوره. ما هو انا خد بالك ان انا ما ضغطتش عليك في كل اللي فات يخص نادي الزمالك وعقود اللاعبين، عشان انت تحدثت باحترام شديد وانا قدرت الاحترام ده، انه اللاعبين يركزوا مع ناديهم دون اي مشاكل او اي ازمات. بس انا تحديدا في دي لا، دي حاجه للمصر كلها، الجماهير تحب تعرف مين الاسماء المرشحه، ما قلناش مين اللي هيدرب. لا انا حضرتك يعني انا اتكلم عن ملف معين رشحته لكن ما اقدرش يعني بالفعل ما عنديش يا استاذ كريم المعلومات، انا ما اقدرش اعرف. لا هايل، لا قول لي مين الملف اللي رشحته، انا مش عايز اعرف كل الناس طبعا. الملف اللي رشحته عقد مع نادي، فاصبح كان يعني انا كنت مرشح ملف او كنت واخد موافقه من المدير الفني، بس طبعا ضيق الوقت وكان هو ما عنده عرض جاي له من احد الانديه الخليجيه فكان مطلوب ان الرد يكون في ايام بسيطه. طبعا انت عارف دراسه ملف من اداره المنتخب. ده كان مين؟ ده كان مين يا فندم اللي كان اللي خلاص تولى مهمه يعني؟ مدرب نادي السد القطري حاليا. اللي كان شغال مع بيب جوارديولا، انا مش فاكر اسمه. مساعد مدرب، هو اصلا الاب الروحي لبيب جوارديولا، وكان من ضمن الاشخاص اللي عملوا طفره في الثوره في الكرويه في الكره الاسبانيه، وكان ليهم دور في الخطه اللي عملوها طويله المدى. اسمه خوان مانويل نايو تقريبا بالظبط. ليو ده من المدربين الكويسين. انا قريت لما تولى تدريب فريق السد قريت عنه شويه، هو كان من الاسماء المهمه جدا في جهاز بيب جوارديولا في اي فريق. لا في الحقيقه الراجل انا بقولها لك يعني ده من لسانه، قال لي لو منتخب مصر كده بالاسم انا موافق. يعني اسم كبير زي كده لما يقول لي منتخب مصر بالاسم انا موافق، فدي حاجة يعني عشان يفتخر بيها ككرة مصرية، ويعرفك قد إيه إن الكرة المصرية ليها سمعة كبيرة على مستوى دول العالم. وطبعا ده يرجع لمحمد صلاح برضو، النجمنا كبير والنني ليهم دور برضو رئيسي، يعني هم سفراء للكرة المصرية بره، وخصوصا الدوري الإنجليزي هو شايف محمد صلاح ومتابعه وعارفه، ومحمد النني وعديد من اللعيبة اللي بيلعبوا هناك. فدي طبعا الحمد لله يعني حاجة جميلة إن الكرة المصرية بتحظى بالقبول ده، وان في مدربين عالميين زي كده بيكون ما عندهمش مانع انهم يدربوا، فدي حاجه جميله. بس الراجل كان صريح يعني ان الامر لن يتعدى 3 ايام لانه كان في عصر. بس انت بتقولي انه كان عنده رغبه انه يدرب منتخب مصر، انه حضرتك المدربين كبار زي كده دي قالت بيه قبل ما بتتكلم معاه فلوس، انت يعني عندك الاستعداد لقول خد تجربه مع المنتخب الفلاني او النادي الفلاني او لا قبل ما نتكلم في اي حاجه، لان هم ما بيحسبوش ما بين الامر ان المدربين عاملين ليهم طريقه تفكير مختلفه ما يبصوش في الماده. يعني في مدربين بيرفضوا عروض كبيره في انديه ويوافقوا بعروض قليله في انديه اخرى عشان هو عارف ان هو المكان ده ينجح فيه، ودي حصلت في اكثر من موقف يعني في انتباه حضرتك. فهو كان اوريدي مش من خلالي طبعا، يعني ما اعرفش العرض يعني او لعبه معنى اصح، ممكن العرض جه مباشر او بترشيح من المدير الفني السابق. انت عارف ان جافي كان اسباني برضه، ده اسباني فممكن يكون هو اللي مرشحه اليوم، بس ما كانش قايل الاسم بصراحه لان هم طبعا بيتحفظوا، هو بيتكلم معاك في الشيء اللي يخصك. استاذ حازم استاذ حازم فتوح، انا كان نفسي يعني كان نفسي اخد اجابه احلى من كده، بس الاجابه دي اتحصر شويه عشان المدرب ده كان كويس جدا وانا مقتنع بيه جدا، وكان هيعمل شغل عظيم مع منتخب مصر، بس يلا نصيبه وان شاء الله اللي جاي لنا يكون احسن كمان باذن الله يا فندم. باذن الله. استاذ حازم فتوح انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب، مدرب محترم كان مساعد بيب جوارديولا لسنوات وسنوات وسنوات، بيقول لك كان عرضه على الاتحاد المصري، بس طبعا مع الزحمه اللي احنا فيها دي ممكن ما لحقش يتشاف
الفايل، وممكن يكون قدام اتحاد الكرة اسماء اكبر واعظم، الله اعلم يعني. خلونا نشوف الايام اللي جايه في ايه، بدل ما نتحسر على الحاضر نشوف المستقبل يكون احلى باذن الله.